معكم حياة بسلم رئيسة جمعية مية مرأة والطفل. إذا احنا الآن في إطار استعدادات البرامج اللي هي ثقافية مشاركة مع طلبة جزر الأقمة في جامعة التكوين. بالنسبة لهذا النشاط هو يكون في إطار تبادل الخبرات، أيضا تبادل الجانب الثقافي والتقاليد والعادات اللي تربط ما بين زوج ديال الدول اللي هي مسلمة بطبيعة الحال، اللي هي المغرب وكيس وستيك وجزر القمر. بالنسبة للبرنامج ديالنا اللي غيكون إن شاء الله في 6 أكتوبر اللي غادي يبدا إن شاء الله مع الوحدة ونص في المركز الثقافي قرب الفاصول، وهذا النشاط إن شاء الله اللي غادي يجمع يعني مجموعة من العروض على رأسها واحد المعرض اللي غادي يضم مجموعة ديال الملابس التقليدية، أيضا بعض يعني أمور في طاقة الكتب المشكلات اللي كتخص البلدين. إضافة إلى ذلك داخل قاعة العروض غادي تكون مجموعة ديال البرامج اللي غيكون افتتاح ديالها إن شاء الله بآية بينات، أيضا غادي تكون أمداح نبوية، أيضا أنسة تحية العالم الخاصة بالدولتين، من بعد تكون قراءات شعرية، أيضا أغاني ورقصات في إطار دائما تربوي، إضافة إلى عرض للملابس التقليدية، وفي الأخير إن شاء الله غادي يكون الختام في تذوق ديال الأطعمة، يعني غيكونون التقاليد ديالهم في إطار الأطعمة الطبخ ما يخص يعني ديجوستاسيون فرونسي. ولهذا كنقول ان الدعوه هي موجهه للعموم، وكنشكر الجريده على فتحها لنا الابواب، وكنشكركم ونتمنى اننا نلتقي ان شاء الله في برنامج اخر.